فأمس تحركت قوات الحرية والتغيير من فرنسا، مشوا سويسرا، مشوا سويسرا. و فأنت بتسأل من الساقن ومشوا يسوي شنو؟ حنعرف حس إن شاء الله. دي الحاجة الأولى. حنمر على خبر إقالة السيد وزير الخارجية وترشيحه طوالي لسفارة بريطانيا، يعني خبر نزل صاعقة على نزل صاعقة على رؤوس الحرية والتغيير. الزول كان حيشكم من الشعب السوداني مشى. أنا بعتبر حقيقة الخارجية مختطفة، مختطفة مش لأنه الزول ده إحنا بنشكك فيه أو عندنا ما يدل. الكلام اللي بيقوله ياسر عرمان الخارجية مختطفة، الكلام اللي بيكتبه شبشب الملك المؤسس التحليل أبو ربع جنيه ده بيتكلم عن أمراضه، الكلام اللي بيقوله صلاح مناع. لا، عدم كفاءة وزير الخارجية تحسبه جندي في قوات الدعم السريع. يعني الزول المناسب في المكان المناسب، الزول ده ما مناسب في المكان ده، يبقى هو بيخدم العدو. تأخير القرارات دي، تأخير التواصل، تأخير استجلاب سلاح، تأخير لقة الخونة دي، يعني حمدوك ده حايم وزير خارجية قاعد، ده كلام عجيب. احنا بنقول عدم كفاته وأهليته للمنصب ده حسبته جندي من قوات الدعم السريع ويعمل ضدنا. حتى لو ما جرى قلم كده عمل ضدنا او اتخذ قرار ضد الجيش او الحكومة السودانية او جاب لنا كفوة، عدم اتخاذه للقرار ده بيحسبه في قوات العدو. يعني الدعم السريع ده سيد وزير الخارجية على الصادق ما عنده وزير خارجية. الدعم السريع الليلة في سويسرا قاعد، في فرنسا قاعد، في 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 كينيا قاعد، في اوغندا قاعد، وما عنده وزير خارجية، ما عنده وزير خارجية. يبقى انت ما قايم بين شغلك. والله في ناس احنا طبعا عندهم معانا خلافات، في ناس ما عندنا معاهم خلافات. انت عندكم مشكله مع ناس في فيتنام؟ ما صلي علاقاتك مع فيتنام. انا اوريكم البروتوكول الخارجيه. عندكم مشكله مع كوبا؟ ما تمشي تستعمل لنا علاقه مع كوبا، امشي اقعد معاهم بس في كوبا، تضاف لك. زي افتح خطوط اتصال جديده للبرهان، ركبوا الطياره دي يمشي كوبا اضافه. اضرب لناس نيجيريا، امشي انت خليه يطردوك كده، خلاص حرقنا نيجيريا. سلطنة عمان، قطر، انت كيف قاعد في 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 مكتبك في بورسلان؟ انت كنت قاعد 4 شهور في الخرطوم محاصر اصلا، قبال قبل المعركه دي، في المعركه دي 4 5 شهور احنا ضاعت مننا. فعدم كفاءتك واهليتك ده بالمنصب هو يحسبك واحد من الناس اللي لافين كدمول. انا ما شفتك لاف في كدمول، لكن لانه انت ما عملت الصح فانت عندي لف في كدمول. انا ما شفتك مثلا والله موقع مع حميتي، ما بقدر اتهمك بالحاجه دي، لكن لانك ما عملت لي الصح. طياره بتاعت الطياره الرئاسيه دي حسي اخر مره دورت مكنبتين، دورت مكنبتين الطياره الرئاسيه. قاعدين الرئيس الليبي ده ما فاصل معاك، ما كل يوم تمشي له، امشي له ساي يضغط حفتر ده بلا سبب دور اسير. احنا الكلام ده بنقوله لوزير الخارجيه الجديد اللي هو المفروض يجي يعمل الحاجات اللي ما عمل على الصادق. وزير الخارجيه ما يقعد لنا زي النائب العام قاعد قال والله دقيقه اشوف طاقم مكتبي، اشوف الحاصل شنو، ومشى بعد ذاك عمل حادث ربنا يواليه بالعافيه، حاضر وراقد في المستشفى. لا لا، ما عندنا كلام زي ده. السيد وزير الخارجيه الجديد احنا دايرين نجيب حمدوك ده مربط، اول حاجه تطلع لنا قرار لحمدوك. عملتها والله انت معانا، ما عملتها انت لا في كدمول. يعني احنا ما جايبينك حسي نكتشف امكانياتك، ولا جايبينك حسي والله يا اخي نشوف مؤهلاتك، ولا كاتبين لنا السي في بتاعك ده، احنا ما عندنا معه شغله، ولا دار اعرفه واسمك منو، انا والله ما اعرف، ولا دار اعرفه، ولا حتكلم عنك. انا حتكلم عن الانجازات. دارين نلقط الصعاليق دي قاعدين في سويسرا دي، دارين نلقط الصعاليق اللي في سويسرا. عندك امكانيه تعمل الحاجه دي؟ في زول ماسكك، في زول ما بخليك تطلع القرارات دي، استغل وامشي بيتكم قبل ما نعرفك ولا تعرفنا. الزول اللي بيقعد مجبور، الزول اللي بيقعد ما بأدي دوره، الزول اللي بتجيه ورقه من فوق هو ما كف الى الحته دي. انت سياسه وتاريخ، انت لما اتخرجت من جامعه الخرطوم في السي في حقك مكتوب متخرج علوم سياسيه سنه 82، الوقت ده البرهان ممكن الكليه الحربيه دي شارعها ما بعرفه. انت قريت علوم سياسيه، انت زول
أخذت 4-5 محطات، وكنت مدير إدارة في الخارجية دي في 3-4 حكومات متعاقبة. أنت الشغلة دي عارفها وشاربة. البرهان ما بيجي بيديك رأي، أداك رأي ما مقسم معانا طوالي تقول له والله الرأي الصحيح 1-2-3، والبيخدم مصلحة البلد 1-2-3، أما تسكت والله جاتني توجيهات ويجيك الموتر ويجيك الخطاب سري ومعنول مكتوب بالأحمر يرجى التنفيذ، شرطه طوالي طوالي شرطه طوالي، ولا يتناسب معاك ولا في زول يملي عليك أي حاجة. أول حاجة مهددة خطر السودان هم الصعاليق الحايمين برا ديل، تقدر تلقيته لينا تعمل لنا اجتماع طوالي مع مدير جهاز الأمن والمخابرات، مع النائب العام، مع وزير العدل، كويس، مع وزير الخارجية، أنت ذاتك تقعد أنت بأي زول في قسم تجيبه، الماسك الإدارة الأوروبية، الماسك أفريقيا، الماسك تجيبه وتقعدهم دايرين نلقط الصعاليق ديل. لأنه إحنا انتهينا من موضوع فرنسا ده، انتهينا منه إعلام وميديا وعشرة رجال، عشرة رجال في فرنسا فرقشوا لكم المؤتمر والمؤامرة، خلوهم يركبوا زليغين جزم، بدال يكون واحد من الطيارة قام بيشغل الخارجية كلها، صور نصر الدين حرق الموضوع كله، سألوا سؤال ما قدر يجاوب، نزلوا في الواطة صور لكم مريم وصور لكم خالد سلك، انتهى منهم زول واحد بس بصورة، انتهى منهم، طلع هاشتاج فنسى قدة، انتهى الموضوع. مشوا المجموعة دي انتظروا الاجتماع بتاعهم خلص، سألوهم أسئلة موضوعية، ما قدروا يواجهوا 5 أنفار، وصفوهم بأنهم محرشين وماخدين ظروف. في واحدة طلعت لايف فيديو سودانية، أنا ما شفت الفيديو لكن يعني قريت السكرين، اتهمت الشباب اللي في فرنسا أنهم ماخدين ظروف من السفارة. الفيديو بتاعها قاعد واسمها بتلاقي الناس اللي في فرنسا ديل، الشباب اللي طلعوا ديل طوالي تمشكوا البيت دي تفتحوا فيها بلاغ، تودوه السفارة في فرنسا وعملوا لايف من هناك انكم فتحتوا بلاغ في فلان فلان، اي زول الطاول عليكم قال لكم انتوا سكارة، شبشب الملك كتب الموضوع ده، اتفتح فيه بلاغ طوالي، ما في صفحة قاعد، احنا لعب ما عندنا. امشوا السفارة السودانية في فرنسا، قابلوا المستشار والملحق القانوني، وروا السكرينات فلان الفلاني وفلان الفلانية طلعوا فيديو، قالوا احنا قابضين من السفارة عشان نطلع نجيب في المؤتمر. قلنا لهم كلام جميل، احنا اديناهم الزامات، لكن طبعا شبشب الملك سايق رعاع معه ما بيسألوا، انا خطيت لهم الزامات، قلت لهم الناس دي لو محرشين و5 أنفار وصفتهم بانهم سكرجية، ما قولكم في سلطان المساليد الذي كان داخل الاجتماع؟ ما قولكم؟ سلطان المساليد قال شنو يا اخوانا؟ سلطان المساليد قال شنو؟ قال الاجتماع ده ما حيؤدي الى اي حاجة غير انه يزيد تفرقة في السودان، والاجندة المطروحة دي صدمتني سمعا وشوف، انا شفت حاجه وقريت كلام وسمعت كلام صدمني، وانا بطلع من الاجتماع ده وما بقدر اواصل في المؤامره دي، ده برضه مدفوع له سلطان المساليد، مدفوع له، انتوا مش عاملين المؤتمر ده عشان المساليد وعشان حقوق المساليد اللي اتحرقوا وتهجروا، عشان المساليد نزحتوهم انتوا ذاتكم، حليفكم الدعم السريع ده مش عامل الحاجه دي، برضه سلطان المساليد ده مدفوع له. الكلام اللي قاله امجد فريد لما طلع من القاعة، قال شنو أمجد فريد؟ ما كان قاعد معاكم في القاعة، دعيتوا انتوا، دعيناه احنا أمجد فريد، برضو أمجد فريد ده احنا دافعين له، ما جا معاه حمدوك اللي كان شغال معاه. أمجد فريد اللي ما بيقول كلمة حق ده، المشى فتح بلاغ في القوات المسلحة، الفتح بلاغ معاه 15 منظمة، هسه أمجد فريد ده كيف يمشي يحوم في فرنسا والسفير قاعد الزول ده مخاطب معاه 15 منظمة، مخاطب مجلس الأمن الدولي ومخاطب الأمم المتحدة، ده قاعد معاكم، ده زولكم، ده زولكم. قاعد معاكم في المؤتمر ده برضه مشترينه ودافعين له، ما شغال مع حمدوك انت جبته. الكلام بتاع نبيل اديب، هسه انا حقرا لك كلام امجد فريد وحشغل لك الفيديو بتاع نبيل اديب، وريني انتوا رايكم شنو؟ ده اللي برضه مدفوع لهم، لكن لانه انتوا حضراتكم يعني السيكولوجية بتاعتكم بتقبلوا باي كلام فاضي، والا ما كان بقيت غحاتي. يعني ما عندكم الشجاعة بتاعت انك تسأل. قالوا ليكم يا اخي الخمسه ديل مدفوع ليهم، طيب ما تسالوهم سلطان المساليد؟ طيب الخمسه مدفوع ليهم، مالكم ما عملتوا ندوه جامعه؟ تخيل في فرنسا القحاته ما لاقوا الا امين مكي. امين مكي ده ما عنده بلاغات وحرامي وحجاب الانتربول بالمناسبه، مش لانه مساند للميليشيا ولا لانه بيطعن في القوات المسلحه ولا لانه باطل، لا لا لا، لانه حرامي ما عنده بلاغ مفتوح اللي خلاه طلب اللجوء شنو في فرنسا؟ ده بلاغ مفتوح ومتهم هارب، سرق دواء. ده سرق الدواء وبيتبجح بيقول انا الدواء ده جبته بعلاقاتي، علاقاتك انت موظف دوله كنت، لكن
طيب نسمع كلام نبيل اديب ده فيديو، انا داير السفيه الحمدابي وشبشب الملك يطلعوا يردوا عليه فيديو، يردوا على كلام نبيل ده. تفضل يا سيد النبيل. دقيقة. انت مفاوضات العمل الانساني صح؟ ايوه. وكيف يعني انت 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 مش انت مش باعتبارك في الحكومه؟ بشخصي. يعني كيف بشخصك مش المفترض تعتذر اخلاقيا؟ مؤتمر حكومتك ما راضي عنه. اعرف الحاصل. لا ما بنعرف الحاصل. ما داري نعرف. كيف حالك؟ شويه كده عن الحصل جوا ممكن؟ ما في ها؟ ما هو نحن ماشيين كده يعني ما فرقت. ماشيين ما ناسف العربي. أها. تكلموا ما وصلوا الاتفاق طبعا لانه الفتره بسيطه وكل شفيع يتمسك كل مجموعه متمسكه بموضوع كل مجموعه كيف يعني؟ هي في مجموعات؟ في مجموعات يعني في التقدم وفي القدره الديمقراطيه سمعتوا كلام نبيل؟ قال لك اي زول متمسك برايه وما كان الموضوع المواطن والوطن، قالوا ماشيين يجيبوا لنا مساعدات، طلع اي زول عنده راي جوا. ده كلام نبيل ادعوه، ما دفعت له السفاره ولا كان سكران يا شبشب الملك. لكن الكلام اللي بتقوله لانه انت مريض بيمشي مع المرضى حقينك، بتفقوا وهم بضيعوا في حقوقهم وبضيعوا في مواقعهم. الناس اللي بتستند على كلام حمدوك، حمدوك ده اخواننا قانونيا طلع امبارح قال قرار النائب العام والمذكره بتاعت اعتقاله والاعتقال الاعتقال بتاع قال القرار بتاع النائب العام والمذكرة حقتهم مضحكة مضحكة. ده لما نسمع مواطن من الرعاع اللي بيمشوا ورا السفيه الحمدابي واللي بيمشوا ورا حنان حسن، بيقوم بيطلع في صفحته بيقول والله يا كلام الحكومة السودانية والنائب العام مضحك. لين فيك واحد من ناس الاستخبارات يعمل لها سكرين؟ انت بتستهزأ بالقضاء، انت حتتبلى. ما تباري كلام حمدوك، حمدوك ده حسي بيجي مكرفس بالمذكرة الحمراء دي، انت في وانا في، اقسم بالله العظيم كلهم حييجوا مربطين، ورب الكعبه وجلال الله وعزه المعبود. شوف المرحله الجايه دي ما عندنا حاجه غير ديل يجوا مربطين هنا في بورسودان، حتشوفوهم والله حتشوفوهم في بورسودان. انت بتصدق كلام السفيه الحمدابي، بتصدق كلام الشبشب الملك، بتتطاول على النائب العام اسكرينه، انت مش قاعد في مصر دي؟ بتترفع بتترفع باسكرينه معترض على كلام النائب العام؟ شايفه مضحك؟ قوانين البلد اجراءات البلد القانونيه العداله شايفها مضحكه؟ بتيجي بعدين بتدفع الثمن، ما تيجي تقول والله انا كنت لا ما في تغييب، هسي قاعدين نوضح لك الحاصل. هسي بنوضح لك الحاصل، دي واحده. الاستاذ حمدوك قال له كلام اخطر، سالوه الحرب دي سببها شنو؟ شوف السكرجي ده قال شنو؟ يهود السكران الراسه عديل. سكران الحيران راسه عديل، اسمع السكران ده. الما فاهم السودان ده فيه شنو اصلا. حرب أهلية، هل هي صراع جنرالين كما يقال أحيانا؟ هل هي يعني ما هي؟ عندما اندلعت الحرب كان هنالك توصيف لهذه الحرب باعتبار صراع بين جنرالين، وهذا التوصيف طبعا يعني جانب التوفيق إلى حد كبير جدا. هي حرب عندها أسباب يعني تاريخية مرتبطة بال التهميش والقضايا بتاعت الإثنية والمناطقية والتحديات كثيرة جدا مرتبطة بتاريخنا من الاستقلال إلى اليوم، فشل الدولة الوطنية في أنها تحقق الاستقرار وإدارة التنوع. هذه أول حرب، هذه ما أول حرب عندنا في السودان. أول حاجة الكلام ده ملو ليه وما فاهم بيقول في شنو. أول حاجة اتكلم عن انه الحرب الحاصلة الان في السودان دي عندها مرجعية تاريخية ومرجعية قبلية ومرجعية اثنية، تمام؟ وانه دي الاسباب اللي ادت لاندلاع الحرب دي.
مرجعية تاريخية. يا أستاذ حمدوك، أنت أول زول بعد الحرب ب 12 دقيقة طلعت في مؤتمر صحفي، كنت لابس فيه البدلة، الرجلينك عاملة ويدينك عاملة كده زي أبو القنفذ كده، فهمت؟ يدينك كده البدلة من نص بطنك كده بادية، متذكره؟ وجهت خطابك للبرهان، وجهت خطابك لحميدتي، تمام؟ وكنت متبنين مصطلح الحرب العبثية، أنت ياسر عرمان وتقدم كلها. هس الليلة البقاها إنها حرب تاريخية وعندها جذور الأزمة، ودارنا نناقش جذور الأزمة. الإجابة هنا شنو؟ اللي اتكلم عن إنه في حرب قبلية، منو البحارب في قبيلة حسي؟ منو البحارب في تهميش؟ يعني أنت هسي دي الجزيرة القرى اللي بتدخل الدعم السريع ديل مش أفقر من أفقر دعامي؟ عمدة الغرية ده حسي دي في الجزيرة دي دخل الدعم السريع، العمدة ذاته ما أفقر من أفقر عسكري في الدعم السريع؟ العسكري بتاع الدعم السريع بمرتبه وبمحسناته وبشنو وبدون السرقه بياخد له 600 700 700 مليون في الشهر، ده أدفع زول. الحله كلها باولادهم بالناس الشغالين في السوق بيدخلوا لهم 700 مليون في الشهر. لما تمشي تحاصر الضعين وتطلع 46 الف مواطن، ده الموضوع ده من المهمش اكتر منهم؟ ما شيت قعدت في بيوتهم انت، هل ده استحقاق؟ يعني الحرب دي انت بتديها مبرر لانه والله في 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 معاناه تاريخيه وفي تهميش. المواطن القاعد في الجزيره، المواطن القاعد في نياله، هل هو كان حاكم السودان عشان تنتقم منه؟ يعني انت هسه مستوعب انه الكلام اللي بتقول فيه فيه عداله، ونفترض انه في تهميش. السودان ده كله هامش، ذول اخترب مشى بنى له 26 طابق. هل ده مبرر انه الدعامي ده يدخل البيت ده عشان كان مهمش؟ عشان ما لقى حقه؟ ولا انت بتتكلم عن انه والله ما اسمها تهميش، اسمها احقاد، اسمها احقاد ما اسمها تهميش، ما تسميها كده. زول قاعد في قرشندي تطلع انت لايف من الجزيره تقول ليه والله انا جاي اختصبك واخش شندي واشرب فيها الجبنه واخطف نسوانكم؟ الفي شندي ده حسي انت ما بتيجي تشيل منه الذهب وبتشيل منه البترول وبتديه السيانيد وبتديه المشاريع، بتشيل المشاريع الزراعيه السمحه بتديها للامارات اللي هي شريكه للدعم السريع في الاربع خمس سنين، انت ما غنيت وعملت شركات وعملت السبعه وزمتها. العمل حميدتي ده ثروته دي زول بيصرف له على 350 الف عسكري، 350 الف عسكري بيصرف عليهم، عنده 13 ألف تاتشر. حكومة السودان دي في تاريخها من 56 امتلكت لها القوات المسلحة، امتلكت 13 ألف تاتشر. الدبابات اللي عند الدعم السريع حسي نزلت دي، الحاصربات السودان، الأسلحة النوعية المتقدمة اللي عند الدعم السريع، الجيش ده كان ممتلكها؟ لو الجيش ممتلكها حسي الدعم السريع بيعمل في اللي بيعمل فيه ده؟ ما أنا بسأل فيك يا تقايد في القوات المسلحة أو مواطن كان رئيس، جيب ليه الرئيس كده قول ليه والله الرئيس ده شال حته اسمها الزرقة، عمل فيها معسكر وعمل فيها بيوت وعمل فيها مصانع وعمل فيها شركات وعمل فيها الحاجه دي بتخش باسمه كده، جيب ليه زول من المهمشين ده اللي قلتوا مهمشين لكم ديل عمل الحاجه دي كده، جيب ليه زول؟ انت بتتكلم هي دي ما حرب عبثيه ولا هي حرب وجوديه ولا حرب، دي عمليه بتاعت سرقه، عملية إجرامية اللي بتحصل للوصف الصحيح إنه في مجرمين اعتدوا على شعب بس ما أكتر، وما عندهم مشروع. يعني حسي ما ممكن العالم كله بيتفرج في الدعم السريع بيقتل وبيغتصب وبينهب، ويجي بعدين الواحد زي الرئيس الفرنسي يقعد مع حميدتي. تعال نفترض إن حميدتي ده انتصر، هل الرئيس الفرنسي بيقدر يقعد معاه بعد جرائمه دي؟ هل في مشروع واضح للدعم السريع داري عدل بيه اللي حصل في السودان والظلم اللي حصل من 56 تمشي تحرق المستشفيات؟ هتعالج ناسك وين انت طيب؟ انت ما حرقت المستشفى، حرقت بنك الدم، انت حرقت الاسعاف، انت سرقت الاسعاف، انت سرقت الشاش، سرقت المخزون بتاع الدواء، دفقت الدواء في الشارع، شتتته، حرقت المستودعات، حرقت مصانع الدواء، انت دار تعالج مواطنك كيف؟ مشروعك اللي حتقدمه للمواطن شنو؟ تراضيه كيف المواطن ده؟ هسي انت الحرب دي نهايتها تقول الدعم السريع ده هسي منتصر في الجزيره، تمام؟ قاعد مسيطر على الجزيره وما في اي مشكله، يلم المواطنين اقنعهم كيف انه هو جاي لمصلحتهم؟ ما حيستعبدهم. ما هو شال المشكله بينه وبين الجيش اللابس اخضر، خدتها مع المواطن، استهدف المواطن. المبرر شنو انت تيجي لمواطن اعزل تقول له اعمل لي ارنب نط جوه الترعه؟ انت مستهدفه. مع انه هو افغر منك ومهمش اكثر منك، ما حمته في غريه في غور الجزيره دي جبت لكم مبنى فوق طابقين. ما في.
ما حمتوا في غرف غور الجزيرة دي، جبتوا لكم بنك فيه كلادن. الناس بتواصلوا بالحمار وبالكارو، بيشربوا من الترعة. انت ماشي تقوم تنتقم منه، انت عندك مشكلة وجودية نفسك في راسك. انت شايف نفسك انت العرق الآري، انت المفروض تعيش وانت المفروض تقعد والباقيين يموتوا. عشان كده احنا قلنا البلد دي ما حتستقر، السلام ما حيجي في السودان في دعامي واحد حايم، لانه الدعامي ده بذرة بتاع السوء. هسي حمدوك الليلة بيغير في تركيبة الحرب، بسميها احنا حرب تاريخية وجودية، يعني عندهم مبرر يقتلوا الشعب السوداني. عندهم مشكلة مع قبيلة المساليد، يحرقوا منهم 600 نفر، يدخلون في غرف يحرقون، تطلع يوم الرايتس ووتش تدينهم، أنت ما قادر تدينهم يا حمدوك. أنت ما قادر تدينهم، الكلام الطالع عنك بتاع أنك أنت عملت جريمة وقتلت أبوك وبتاع، أنا الحاجة دي مصدقة. وعندك مشكلة بتاعت أسرية وكده والقصص الطالعة فيك ودي دي 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 حقائق، لكن أنا سمعت قصة جديدة أن أنت قتلت أبوك قالوا. أنا الحاجة دي مصدقة بالمناسبة. يعني الحرب اللي حصلت دي بتبرر لهم انه يضبحوا والد الجنينه، والد الجنينه عنده منو الضبح للدعامه دي الزول، عشان تيجي تنتقم منه بالتار ده، تربطه في الشارع في تاشر تحوم بيه في الشارع. الفكره بتاعتك ومشروعك مفروض تجيب رؤيه نتخطى بيها الحاجه دي ولو حاصله، لكن انت هسي بتقولها بتبرر بيها. خلاص يا زول، ما دام بقت حرب وجوديه ومن 56 لاي ميتين، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، والعجب مرحب والمعجب في ميتين حنانه، 56 لاي ميتين، 56 لاي ميتين، اي حاجه قالت دعم السريع احنا ما حنعملها، اي مشكله شايفها ياسر عرمان احنا ما حنحلها، اي رؤيه اتفقت على الحريه والتغيير ما حتطبق في السودان، اي حاجه احنا ضدكم تماما. لك التحيه سرفة، كلام جميل جدا. الحريه والتغيير لن تقف، يقول الناس دي ما بيقفوا وما عندهم حاجة بيخسروها، ولا عندهم تاني رجع للسودان زي ما قلت، إلا تاني يجوا مكرفسين. وحكومة طبعا دائما ما بتعمل حاجة إلا بعد الضغط كتير مرات، يعني قرارات المطلوبة ما بتتخذ. يعني موز الشام بنادي بحاجات واحد اثنين ثلاثة، يخطر لسفراء الدول الأعداء حقنا ديل الواقفين مع جنجويد ديل، مثلا السفير الإماراتي والكيني والأسيوبي تشادي، حتى السعودي ذات دخلوا، لأنه انتوا براكم شايفين زول ده ماسك لنا باخرة كامل، مشترينا بقروشنا وماسك في مياه حقه ما ادري فيكم، بالرغم انه احنا قاعدين نقاتل في دول حقه. يعني الحكومة دائما ما بتعمل حاجة الا بعد الضغط الشعبي، الا بعد ضغط كتير من المواطن. فقرار إغالة وزير الخارجية دي معاه ولد من الأولى القضارف كسر السنار، جاد متأخر لكن برضه كويس، لانه جيت كده يعني السياده حقنا بقت تنتهج عينك كده، زول بيتكلم ما في. وكل الوزراء مفترض لازم يكونوا كاكي اخضر، كل الوزراء والولاده لازم يكونوا كاكي اخضر. واي زول تاول على المؤسسه العسكريه او زول داعم للميليشيات دي هتتبلى ان شاء الله، هتتبلى مهما عملت هتتبلى. كل شيء انت قاعد تاول زي ما قال صرفة مرصوده، لانه المعركه دي بالذات الكيمان اتفرزت فيها. اما كلام اللي بقول الحرب العباسيه دي كلام ما قال برهان والقاده دي ماسكين عليها، لكن نرجع ونقول القاده العسكريين هم السبب في دمار السودان، يعني الجيش السوداني ده هو السبب في دمار الحرب الحاصل ده، ارتكبوا خطا جسيم جدا بحق السودانيين، والان هم ادركوا اخطاء وجيش قاعد بيتنظف والطوابير الخامس كلها قاعد بيتنظف والعملاء بسقطوا يوميا، والسودان ان شاء الله يرجع احسن من الاول. الحرب ده والله فعلا قامت وخسرنا فيه حاجات كثيرة جدا، لكن حصل لخير ان شاء الله، بلدنا ان شاء الله ترجع احسن من الاول. بس الناس ما تجامل اخواننا وما تسكت، كان شفت اي حاجة شي غلط ده اتكلم ما تخاف، دي وقت الناس لازم زول يقول كلام الساعة عشان السودان يمشي كويس. دي الثورة الحقيقية ان السودان ده يتحرر.